ازيكم حبايب؟ عاملين ايه؟ النهارده نعمل مكرونه البشاميل. الطريقه حلوه قوي وسهله ومش هتاخد معانا وقت. هنا معايا لحمه مفرومه، اي كميه انت عايزاها، حتى لو ربع كيلو هينفع. هنا معايا لحمه مفرومه، هنا معايا بصل مبشور مصفيه منه الميه. بتجيب البصل وتروحي بعد ما تبشريه تحطي عليه رشه ملح، وتحطيه في مصفه اللي هي الايه اللي خرمها ضيقه شويه عشان خاطر تنزل معاكي الميه كلها، وبعد كده بتعصريه، وبعد كده بتبدأ ان انت ايه تفرليه بالشكل ده كده. هنا معايا فلفل اسمر، معايا هنا ملح، وهنا معايا دقيق. طبعا مش هنحط الكمية دي كلها، احنا هناخد حاجة بسيطة. هنا معايا مكرونة قلم بس تكون نوع نضيف. خلوا بالكم يا حبايبي ان المكرونة القلم السايبة في اوقات بتتكسر، يعني اثناء ما انت بتقلبها بتتكسر، فاضمن انك تجيبي الكياس اللي هي الملح. هنا معايا سمنة، ممكن ان انت تعمليها بزبده ما فيش اي مشكله، بس لو هتعملي بزبده هتحطي معاها شويه زيت قليلين عشان ما تحرقش معاكي. هنا معايا بيض، هناخد منها بيضتين، بيض بلدي انضف من الايه المزارع. وهنا يا حبايبي انا معايا البانيه، وهقول لكم دي طريقه انا عملتها ازاي. هنا انا جبت البانيه، جبت فرخه وقسمت الصدر، وانا اللي مقطعاه بالشكل ده كده. عملت ايه بقى؟ جبت البانيه قطعتها ولا تخينه قوي ولا رفيعه، وتكون السم كده. وبعد كده جبت ميه البصل اللي هي اللي انا بشرتها، واخدت الميه وحطيتها، ما برميش الميه خالص. لو انت ما عندكيش الفراخ وعايزه تشيل ميه البصل، هتحطي عليها شويه ملح وشويه فلفل وتشيلها في الفريزر. بعد كده هنا انا جبت الميه وحطيت على ميه البصل، وحطيت على ملح وشويه فلفل اسمر بس، ما تحطيش اي اضافات تانية. وبعد كده هنبدا ان انا ايه اعمل لكم دلوقتي العصاق البشاميل، وبعد كده هعمل البشاميل وايه معاكم خطوه خطوه. هنا الفراخ كمان لازم تسيبيها في التتبيله، وبعد كده بتحطيها في الفريزر شويه لمده ايه ساعه. هنحط الاول على النار، بتكون انت هنا مسخنه طاسه على النار، بتحطي فيها شويه ايه سمنه قليلين، ما تكتريش السمنه عشان اللحمه فيها ايه نسبه دهون. هنحط الاول اللحمه المفرومه، شايفين صوت الطاسه او ليه عملت الصوت ده؟ عشان انا كنت مسخنه الطاسه الاول عشان مش عايزه اللحمه تنزل لي ميه. هنا هتقلب اللحمه، لو عندك ربع كيلو هتحطي لك صينيه برضه، ما تقلقيش. حابه بقى تعمليها بالسجق بسوسيس بالفراخ، الحشو اللي انت عايزاه. طبعا لازم تشرحيها على نار عاليه، وتخلي بالك اللحمه لما تجيبيها تكون ايه تكون يعني لونها احمر شويه، ما تكونش نسبتها دهون ياما علشان ما تنزلتيش دهون في قلب الصينيه. يعني هتلاقي لما تيجي بعد كده بعد ما تطفي بعد ما تسوي المكرونه في الفرن، هتلاقي بعد كده من تحت خالص هتلاقي مليانه دهون. طب ليه؟ عشان هي اللحمه كلها اغلبيتها بيبقى فيها دهون. لما تروحي جربي قولي له انا عايزه لحمه تكون ايه حمرا، تكون نسبه الدهن فيها قليله. هنا معايا اهو البصل، كله كده مع بعض. هتقولي كمية البصل كتيرة، مع كل ده هتلاقيه بقى ايه كش خالص، مش هتلاقي فيه حاجة. طبعا لو انت خرطت البصل ما بشرتهوش هتلاقي نسبة المية فيه، وهينزل لك مية في قلب اللحمة المفرومة. فدي احلى حاجة للحمة المفرومة، ان انت تبشري البصل وتصفيه من المية خالص عشان يطلع معاك مفرول في قلب الايه الصينية. تبدأ بقى ايه تحطي التوابل اللي انت عايزاها، مش شرط فلفل وملح اسود بس، ممكن تحطي شويه جوز الطيب قليلين، تحطي معاهم مرق الدجاج بدل الملح. شايفين عماله اشرح فيها عشان لو فيها اي ميه في البصل برضو ايه تشرب مع اللحم. تبدأ بقى تنزلي فلفل اسود كده عليها، وتحطي عليها شوية ملح،
متملحيش اللحمه المفرومه، لان انت لسه هتحطي في البشاميل ملح. هنا يا حبايبي انا حاطه ميه سخنه اهي على النار، اللي انا هنعمل فيها المكرونه، هسلق فيها المكرونه. المكرونه يا حبايبي ما تسلقوهاش سلق كامل، هتسلقوها تلت سلق، لان هي لسه هتدخل الفرن عشان ما تعجنش معانا. هتسيبي ده كده شويه على النار، وهبدا ان انا اعمل البشاميل دلوقتي. هنقل القلابينة ده لازم المكونات تكون جاهزة عشان تبقى كل حاجة ايه قريبة مني. هنا يبقى انا حطيت العصار وحطيت المية بتاعت المكرونة، كل ده هيبقى سهل خالص. لازم الايه الحاجة تكون مفيهاش مية. هنا يا حبايبي بعد ما الطاجن، هنا عندي ممكن حلة او طاجن زي ما انت عايز، هتحطي هنا السمنة، طبعا تكون كمية السمنة كتيرة شوية، وهسيبيها ايه تسخن حاجة بسيطة. هتبدأي تنزلي الدقيق الكمية اللي انت عايزاها، بس كمية السمنة تبقى اكتر من كمية الدقيق. ليه؟ عشان تساوي معاك الدقيق معاك. نسيت يا حبايبي اقول لكم في المقادير ان في ايه لبن، حابة تحطي لبن تحطي شوربة، بس تكوني مصفية الشوربة من الايه البصل والطماطم والحاجات اللي بتبقى فيه. هتقلبي كل ده كده مع بعض. وهدي النار، دي انا هديت النار عشان ما تتحرقش معايا. هتبداي تحطي اللبن، اللبن يكون ايه دافي، وقلبي بسرعة على نار هادية. هسيبيها كده شويه، يعني حدود ايه 5 دقايق كده، لغايه ما ايه ما يبدا يغلي حاجه بسيطه. وتبداي تحطي المرقه، وبعد كده تحطي الفلفل الاسود. ما تحطيش الملح دلوقتي علشان ما يتكركعش معاكي. هنحط هنا اهو المرقه، مكعب المرقه، حابه تحطي ملح حطي. وما تسيبيش البشاميل وتمشي، لازم تقفي جنبه كده وتقلبي، ولو لقيتيه تقيل شويه ممكن تزوديه شوربه او لبن او شويه ميه قليلين. هنحط عليهم بقى شويه فلفل اسمر. بس هو كده ايه هيخلص معايا بسرعه ومش هياخد معايا وقت. اتاكدي بس ان المرقه دابت، تكوني مفردلاها، وبعد كده شايفين هي بدات تتقل اهي معايا، هتقلبيها جامد عشان تبقى كريمي شويه. انا هنا ضفت لها شويه ميه لان انا حاطه لبن فهو تقل معايا. تعرفي نوع اللبن حلو منين؟ لما يفور معاكي.
اول ما يبدا يعلى لفوق تعرفي ان اللبن نوعه ايه حلو قوي. لكن في لبن مجرد ان انت تحطيه يبدا ان هو يفور حاجه بسيطه يبقى ده مش حلو. انا كده خلصت ايه البشاميل. هنا يا حبايبي اهو عملت اهو البشاميل، وهنا معايا اهو العصاج اللحمه اللي انا هنعمل بيه المكرونه البشاميل. هنا انا الميه قربت اهي تغلي، اول ما تبدا تغلي هنحط لها شويه زيت وشويه ملح، وبعد كده تسويها نص سلقه تلت سلقه، وبعد كده تطلعيها على طول يا دوبك تشم الميه، وبعد كده تبداي ايه تسوي البشاميل. اهم حاجه تغطيه، ما تسيبهوش كده عشان ما يعملش معاكي قشره. الشكل ده كده تغطيه باي حاجه. ده يا حبايبي الجزء الاول، وفي الخطوه الثانيه هقول لكم ازاي هنسلق المكرونه صح، وازاي ان انا هرصها في الصينيه، وازاي هحطها في الفرن بطريقه صح.